السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السادس إعدادي. بهذا الدرس رح نأخذ الكلمات المتلازمة وكذلك المختصرات والمرادفات اللي موجودة بيونت 2. النقطة الأولى من الكلمات المتلازمة هي finger، تجي معها كلمة print، finger print، طبعة أصابع. كذلك كلمة foot print، آثار قدم. radar speed تجي مع كلمة GAN اللي هو جهاز رادار السرعة. Metal Detector كاشف المعدن. X-Ray Machine ماكينة أشعة. Security Guard حارس أمن، وكذلك Security Camera اللي هي كاميرا مراقبة. هذه الكلمات تكون متلازمة مع بعضها. Crime Scene مشهد جريمة. Speed limit محدد السرعة. Conveyor belt الحزام الناقل اللي موجود بالمطارات اللي نخلي عليه الجنط ويشحنوها إلى الطائرة أو بالعكس. Speeding ticket مخالفة سرعة. ticket هنا جاية كمخالفة. السؤال بالامتحان يجي بهالطريقة اللي هو السؤال الإملاء أو سؤال الفراغات. Rider speed المتلازمة مالتها هي gun. Speed أي كلمة هي متلازمة لها تكتب limit مع الكتابة الصحيحة للأحرف، لأن أي خطأ بأي حرف تعتبر الكلمة خطأ. هو السؤال كله عليه درجة واحدة. X-ray المتلازمة لها هي machine. Crime أي كلمة متلازمة لها scene. Crime scene مشهد جريمة. نجي الآن إلى abbreviation اللي هي المختصرات اللي موجودة. Building اللي هي بناية تختصر بهاي الطريقة BLDG. يجب أن تكتب النقطة على مود نعرف أنه هاي الكلمة أنت اختصرتها، وممكن أنه يجيك السؤال بالطريقين يعني. أما ينطيك المختصر ويطلب من عندك أنه تكتب الكلمة، أو ينطيك الكلمة وأنت تكتب المختصر مالتها. Years سنين بهالطريقة نختصرها. Available متاح بهالطريقة نختصرها. Weekends عطل نهاية الأسبوع بهالطريقة هاي نختصرها. License بما معناه رخصة بهالطريقة نختصرها. Frequent متكرر. Company شركة CO. أما الكمبيوتر فCOMP. Speak يتكلم بهالطريقة نختصرها. English Arabic experience تجربة. electronic mail رسالة إلكترونية. appointment موعد بهالطريقة هاي نختصرها. مرات تجيك كلمة مع الكلمة المراد اختصارها، أو كلمة مع الكلمة المختصرة. office وهذه الكلمة مختصرة، فأنت الكلمة اللي معطيك إياها تكتبها كما هي office، لكن لازم تعرف إنه هذه الاختصارات هي لكلمة building office building. 18 وهذه مختصر لكلمة years. كذلك speak English and Arabic. speak English and Arabic بهالطريقة هذه تكتب هذه المختصرات. available هذه الكلمة متاح at weekends عطل نهاية الأسبوع. driving license driving نكتبها نفتح المختصر اللي هي license رخصة قيادة. كذلك الكومباني CO. computer COMP. appointment موعد. experience تجربة. frequent بمعنى متكرر. عندنا أيضا تمرين مهم كتاب النشاط صفحة 32. أيضا هذا يجي من عنده أسئلة وزارية إنه شلون تتحدث بصورة أكثر أدبية وأكثر لباقة. فهل أنت لما تتحدث إلى شخص could I speak to لو I want to talk أريد أن أتحدث to Mr. حازم إلى السيد حازم، أكيد الأكثر أدبية هي والأكثر لباقة هي could I speak to، احفظها. will لو may I
ask who's calling. هل لي بالسؤال عن من المتصل؟ فبالتأكيد هي may I، هي أكثر لباقة وأكثر أدبية. This is سمير عصام. نختار هنا this بدلا من that. Just a moment أيضا هي الإجابة الصحيحة بدلا من just wait، فقط انتظر، فقط للحظات، please رجاء. النقطة الخامسة good morning، is that لو are you Mr. حازم؟ أيضا الأكثر لباقة وأدبية هي is that Mr. حازم؟ I'm calling about، أو نختار because، طبعا هي الأكثر لباقة هي about، أنا أتصل عن advert in yesterday's paper، عن الإعلان في جريدة يوم أمس. Alright then، حسنا. Would you like، لو do you like، طبعا الإجابة هي would you like، دائما ذني would could may دائما تعتبرهن أكثر لباقة وأكثر أدبية بالتحدث. Would you like to come in for an appointment، هل تريد أن تأتي إلى الموعد؟ Yes I would. What is a good time، ما هو الوقت الجيد؟ أو when do I come، متى أتي؟ أكثر أدبية وأكثر لباقة هي what is a good time، ما هو الوقت المناسب والوقت الجيد. كذلك عندنا المرادفات، كلمتين مختلفات لكن نفس المعنى، branches فروع، أفرع الجيش تتكون من البحرية والبرية والجوية فسمى branches فروع. كذلك الكلمة المرادفة لها parts، join يلتحق، become a member of يصبح عضوا من، عندما يلتحق الشخص بالجيش فيصبح عضوا من، نستل ينصب أو يركب، put in الكلمة المرادفة لها، عندما ينصب برنامج ما فيسوي له عملية install اللي هي تنصيب، الكلمة المرادفة putin. maintain يديم يصلح، make sure it keeps working يتأكد بأنها ما زالت تعمل، يقوم بعملية إدامة لها، يقوم بتصليحها. officer ضابط، someone in a higher position شخص ما في منصب عالي ضابط. supervise يشرف، be in a charge of يكون مسؤولا عن، civilian مدني، outside the military هو خارج سلك العسكرية فيكون مدني civilian. وبهذا نكون خلصنا المرادفات والمختصرات والكلمات المتلازمة الخاصة بيونت 2 كلها. أتمنى لكم النجاح، ألتقيكم في دروس قادمة، مع السلامة.